بعض من المصابين الفلسطينيين لا يزال يتلقى علاجه في مستشفيات القاهرة، ومنها يروون معاناتهم لكاميرا النهار إزاء ما شهدوه في القطاع من عدوان إسرائيلي همجي. تواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، ومع استمرار العدوان يستمر نزيف الدم في القطاع المحاصر. ومن القاهرة يروي الناجون من الجحيم الصهيوني معاناتهم، فهم لم يجدوا من ملجأ من هول ما تعرضوا له على أيدي جيش الاحتلال سوى أرض الكنانة. فهذه السيدة تروي قصة استشهاد ابنتها وإصابة الأخرى. ثاني يوم العيد قال البنات بدنا نروح يوم نتحمى ونعمل فطرة، كنا صايمين يعني ثاني يوم العيد نعمل فطرة، بنيجي نفطر احنا وانت ياما. روحنا على الدار عملنا فطرة وبعتن لنا فراش وبعتن لنا الغاز وبعتن الهواية وبعتن كل اللازم يعني. وبعد هيك بعتن مع اخوهن الغراء وهن مرق نتحممن وبصلن العصر. بعد ما صلن العصر قعدت بقرن قرآن. بنت لما مرق وسعفوها اللي استشهدت لاقوا القرآن بحضنها. أما هذه السيدة فتروي لحظات استهداف بيتها بصاروخ إسرائيلي واستشهاد وإصابة عدد من أفراد أسرتها. بعرفش كل اللي في الدار كلهم أكلوها يعني، كلهم هد البيت. عمي أكل في أجري ومرت عمي إيدها، وسلف استشهد، وجوزي أكل في إيديه وجريه، وابني برضو في إيديه وجريه. هذه السيدة أيضا تحكي قصة النزوح وكيف لم يترك الاحتلال بشرا ولا حجرا إلا وكان هدفا له. كل الدنيا أخلت منازل وفيش واحد ما ضل في بيته، وين ما كان القصف عشوائي وين ما كان ورا البيوت بفرقوش بميزوش يعني، طفل مرأة جامع كل الدنيا، كل الشعب الفلسطيني مستهدف. القاهرة لم تدخر جهدا لتوفير الرعاية للمصابين الفلسطينيين. مجرد ما جاء أول فوج امبارح حوالي 14 واحد وصل مهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وكان يرافقه الدكتور عادل عدوي وزير الصحة، وكان في استقبالهم الدكتور صلاح حامد مدير عام المعهد. مر على المصابين اطمئن على الأحوال بتاعتهم. المصابين اللي دخلوا اول حوالي 14 وبعد كده جاب 9، تم عمل لازم معاهم في الطوارئ. كانت تعليمات دكتور عادل عدوي وزير الصحه بتشكيل فريق طبي متكامل على اعلى مستوى من جميع التخصصات. تركوا الاطلال وبينها من راح من الاهل والاحباب، وفي القلوب جراح كما في الاجساد. ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. في سياق متصل بدأ اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة للتباحث بشأن الأوضاع في غزة والموقف من التهدئة. يأتي هذا الاجتماع بعد اكتمال وصول أغلب أعضاء وفود الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة. يذكر أنه تعذر وصول بعض قيادات حماس الموجودة في القطاع بسبب تدهور الوضع الأمني هناك، فيما وصل بقية أعضاء الوفد الذين كانوا في الدوحة. هذا وقد أكد عضو اللجنة المركزية في حركة فتح وممثلها في مفاوضات القاهرة عزام الأحمد إجماع الفصائل الفلسطينية على المبادرة المصرية.